مشروب الشعير صحي مفيد لمرضى السكر، سيطر على مستوى كوليسترول، مناسب لخسارة الوزن الزائد، غني بمضادات الأكسدة، الحماية من هشاشة العظام، تقوية جهاز المناعة، الحفاظ على صحة الأمعاء، تعزيز صحة القلب، تحسين مظهر البشرة، الحماية من حصى المرارة. كتير له فوائد. بنغسل الشعير، بعد ما نغسله بننقعه بالماء البارد لمدة 5 ساعات، وهيك بعد 5 ساعات بتخلص من المية. بعد ما تخلص من المية نوضع مية ساخنة عليه، نوضع على الطباخ لمدة 1/4 ساعة، نوضع الزنجبيل قطع الزنجبيل ونغلقه ونصفيه. ممكن نوضع عليه عصير الليمون، ممكن نوضع عليه قليل من الملح حسب ذوقكم، وبنوضع هيك بالكوب وبنقدمه متلج. كتير هو رائع، عندي أكثر من 500 وصفة صحية. المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يصلكم كل جديد. طبعا ناكل الحبوب مع العصير. زرونا بوصفة جديدة، اتمنى الاشتراك بالقناة، إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.